وحديث نأتي أولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي منفقا خلفا وآتي ممسكا تلفا. فهذا الحديث ينطبق على أولئك المتبرعين بالدم، ينطبق عليهم انطباقا كبيرا، وهو أكثر من المال وأكثر من أي شيء آخر. فالتبرع بالدم يفيدنا، يفيد المتبرع أكثر مما يفيد من يأخذ الدم، لأن المتبرع لو يعلم ماذا يحدث عندما يتبرع بالدم فإن المتبرعين سيزداد عددهم بشكل كبير. لذلك فإني أفضل أن أبدأ أولا بهذا الموضوع وهو تبرع بالدم، أبدأ بموضوع ماذا يحدث في جسم الإنسان، ماذا يحدث في جسم الإنسان عندما يتبرع الإنسان بالدم. إن كمية الدم التي تسير في الجسم وتدور في الجسم هي واحد على عشرة من وزن الإنسان، وواحد على عشرة من وزن الإنسان أي أن الذي يكون وزنه 70 كيلو عنده 7 لترات من الدم. عندما يتبرع بنصف لتر من الدم فإنه ينقص حجم الدم الذي يسير في جسمه بمقدار 500 سي سي، أي يبقى فيه 6 لترات ونصف. لدينا خلايا في جسم الإنسان، تلك الخلايا التي بلغت من العمر عتية، يعني بمعنى آخر أنها بلغت مرحلة الشيخوخة، فهي تستهلك فقط ولا تنتج شيء. عندما نتبرع بالدم ونقوم بإنقاص حجم الدم الذي يدور في جسم الإنسان، فإن جسم الإنسان، وهذه منا من الله، يقوم بإيقاف تغذية هذه الخلايا بشكل نظامي. عندما يقوم بتغذية هذه الخلايا فإن تلك الخلايا تموت، وعددها بالمليارات، وقد يصل وزنها إلى كيلوغرام. وهذا الكيلوغرام من الخلايا عندما يتم تكسيره، يقوم الجسم بتكسيره والاستفادة من البروتين الموجود به، البلازما الموجودة به، الحديد الموجود به، كل المواد المخزنة في داخل هذه الخلايا التي كبرت ولا يستفيد منها الجسم، يقوم الجسم بتكسيرها وتحويلها إلى الدم، ويقوم الدم بنقلها إلى الكبد وإلى النخاع العظمي لتكوينها مرة أخرى خلايا جديدة تعود إلى مكانها وهي صغيرة في العمر، منتجة، ولا تستهلك بقدر الخلايا التي تستهلكها الخلايا القديمة التي شاخت. هذا من جانب. الجانب الثاني، مادة الكوليسترول. مادة الكوليسترول عندما يتم تخزينها على مستوى الكبد، يتم تخزينها على مستوى الشرايين، يتم تخزينها على مستوى العضلات. عندما نتبرع بالدم فإن الدم الذي يبقى في جسمنا يحتاج إلى كمية من الكوليسترول، فيأخذ هذا الكوليسترول من أماكن التخزين. هناك مرض يسمى الاستيتوز إيباتيك، وهو يثقل على الكبد، يثقل كثيرا على كبد ونشاط الكبد الإنسان. المتبرعين بالدم لا يصابوا أبدا بهذا المرض، وهو من الله، لا يصابوا أبدا بهذا المرض. تذكروا ذلك، المتبرعين بالدم عليهم أن يقوموا بعمل راديو، اللي هو راديو تلفزيون، إيكوغرافي، لمعرفة إنه هذا المصاب المتبرع بالدم لا يصاب أبدا بمرض الاستيتوز إيباتيك، لا يصاب. في على العكس، الغير متبرعين والذين لم يتبرعوا هم الذين يتعرضوا للإصابة بالاستيتوز إيباتيك، رغم أنه يمكن أن يكونوا ناس ما همش اسمهم ناس حاف، يعني ما همش ذات وزن كبير. المادة الثانية الخطيرة جدا وهي مادة الحديد، مادة الحديد التي تستهلك في جسم الإنسان بشكل طبيعي، ولكن الحديد هذا يخزن جزء منه في الكبد وعلى جدار الشرايين. هذه المادة، مادة الحديد، المتبرعين بالدم يتم استهلاك مادة الحديد عندهم من الكبد ومن جدار الشرايين، وبالتالي فهم لا يصابوا بأكسدة الدم، لا يصابوا بأكسدة الدم ولا يصابوا بأكسدة الحديد. عندما لا يصابوا بأكسدة الحديد، الحديد المؤكسد هذا هو أحد أكبر أسباب مرض السرطان. فالمتبرعين بالدم نسبة الإصابة بمرض السرطان عندهم لا تتجاوز 13%، في حين أن الغير متبرعين بالدم يصل نسبة الإصابة بالسرطان إلى 73%. في حين أن السكتة الدماغية والسكتة القلبية هي ناتجة عن تأكسد الحديد، وناتجة أيضا عن توفر كمية كبيرة من الكوليسترول داخل الجسم. عملية التبرع بالدم تؤدي إلى نقص هاتان المادتان،
في بحث علمي في الولايات المتحدة الأمريكية، المتبرعين بالدم لم يصابوا منهم إلا نسبة 12% بالسكتة الدماغية أو السكتة القلبية، في حين أن الغير متبرعين بالدم نسبة 88% عند السكتة القلبية والسكتة الدماغية. من هنا نرى أن التبرع بالدم له فائدة أكبر للمتبرع من المتلقي. المتلقي صحيح أن المتلقي، ونقول أن المتلقي ينطبق عليه مقولة من أحيا نفسا فقد أحيا الناس جميعا، والمتبرع بالدم هو يحيي الناس، ولكن المتبرع بالدم نفسه يستفيد وبكمية كبيرة وأكرر وبكمية كبيرة من التبرع بالدم. هنا أذكر المرحوم عبد القادر بن شيخة الذي كان يتبرع بالدم بشكل دوري، وكل ما احتجنا إلى دمه كان يأتي، كنا نذهب إلى بيته ونحضره ويتبرع بدمه للمرضى، للنساء الحوامل، للعمليات الجراحية، للحوادث، وبالتالي فهو ممن أحيا الناس جميعا رحمه الله. الله يرحمه ويوسع عليه، نذكره بالخير إن شاء الله. أضيف إلى ذلك تنشيط خلايا الكبد، عملية التبرع بالدم تنشط خلايا الكبد فهي تعمل كثيرا، تنشيط خلايا النخاع العظمي، تنشيط خلايا النخاع العظمي، وهو آخر حاجة أود أن أقولها. أقول للمتبرعين بالدم لا تخافوا من التبرع بالدم، لا تخافوا من التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم يعيد إليكم الكثير من النشاط خلال 48 ساعة، يعوض الله سبحانه وتعالى المتبرع بالدم بكل شيء فقده من خلال تبرعه ب 500 سي سي تاع دم. إضافة إلى ذلك أقول لكم اشربوا السوائل بعد أن تتبرعوا بالدم مباشرة، ابدأوا بشرب السوائل ولو كان الماء، اشربوا السوائل، لأن السوائل هي التي تساعد كثيرا على تعويض وعلى تنشيط خلايا الكبد وخلايا النخاع العظمي.